انوي بقلبك ثم قل بسم الله، اغسل كفيك 3 مرات، تمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات، اغسل وجهك كاملا 3 مرات، اغسل يدك اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى إلى المرفق 3 مرات، امسح رأسك كاملا 1 واحدة، امسح ظاهر وباطن أذنيك 1 واحدة، اغسل رجلك اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى إلى الكعبين 3 مرات، ولا تسرف في الماء. وبعد الانتهاء قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم.